عندنا في قسم تشغيل المعادن من المواد الأساسية عندنا اللي احنا بندرسها نظريا مع بعض وانت بتطبقها عندك في الأقسام العملية، هي مادة التفريز والتجليخ. من اسمها بتنقسم إلى قسمين، جزء خاص بالتفريز وجزء خاص بالتجليخ. وطبعا طالما المادة بتاعتي بتتكلم عن التفريز يبقى الماكينة أو المعدة الأساسية بتاعتي اللي موجودة عندي هي ماكينة الفريزة، عشان كده سميناها إيه؟ عشان كده سميناها مادة التفريز. طيب الجزء الخاص بالتفريز احنا هندرس مع بعض ايه؟ اكيد انت لما هتيجي تشتغل على اي ماكينه او اي معده لازم وانت شغال تبقى عارف اجزاء المكنه، ولازم تبقى عارف الاجزاء دي بتشتغل ازاي عشان انت تقدر تستخدمها بالطرق بتاعتك بفنياتك بامكانياتك عشان تطلع منها المنتجات المختلفه اللي انت عايز تطلعها عليها. طب هي ماده الفريزه الافقيه العامه زي اي ماكينه لازم تبدا في بنائها بفرش اللي هي القاعده والهيكل الاساسي بتاعها وبعد كده الاجزاء المختفيه. طب هي سميت بالفريزه ليه؟ طب هي سميت بالفريزه الافقيه العامه ليه؟ اقول لك ليه. سميت بالفريزه لانها بتعمل عمليات تفريز، يعني اداه القطع بتاعتها كلمه تفريز يعني بتعمل عمليه قطع داخل المعدن في اجزاء من المعدن، وبتشكلها بعملية تشغيل يعني مع إزالة رايش بإزالة أجزاء منها. طيب يبقى أنا دلوقتي عمليات التفريز هي سميت بالفريزة لأنها بتعمل عمليات تفريز. طب نمرة اتنين، ليه سميت بالفريزة الأفقية العامة؟ لأن السكينة بتاعتي اللي بتركب على العمود، عمود السكينة الرئيسي بيكون عمود أفقي، بيكون عمود إيه؟ بيكون عمود أفقي، عشان كده سميت بالفريزة الأفقية العامة. طب هي ماكينة الفريزة بتعمل ايه؟ نمرة واحد، لازم تبقى عارف ان ماكينة الفريزة الحركة الأساسية بتاعتها بتاعت السكينة هي حركة دورانية. هي حركة ايه؟ دورانية، يعني السكينة بتاعتي ليها أسنان وبتبدأ وهي بتتحرك الأسنان دي لأسفل أو لأعلى، ودي أنماط لعمليات التفريز هنشوفها مع بعض. وهي بتعمل عملية القطع الأسفل أو لأعلى بتكون حركة السكينة الحركة الأساسية فيها حركة دورانية. طيب هو بما انها بتعمل حركه دورانيه هي ممكن تعمل لي ايه؟ ممكن تعمل لي مجاري حرف يو، ممكن تعمل لي مجاري حرف في، ولكن احنا هنسيب كل انواع المجاري دي لانها ممكن تتعمل على الفريزه وممكن تتعمل على ماكينات تانية، ولكن من اهم المشغولات اللي بتتعمل على ماكينه الفريزه هي التروس. التروس يعني تعمل لي فتح الاسنان التروس، لان عمليه فتح اسنان التروس دي من العمليات المهمه جدا. ليه؟ لان انا لما بعمل ترس من التروس لازم تكون كل الاسنان قد بعض، وكل الفراغات اللي هي التروس المفتوحه، الاسنان المفتوحه جوه الترس، لازم تكون الاسنان المفتوحه دي كمان قد بعض، يعني لازم تكون مقطوعه بدقه عاليه وتكون مقاساتها وابعادها محسوبه جيدا علشان نعمل الشغل ده. طب عشان نعمله ليه بقى اخترنا الفريزه؟ لانها بتعمل لي المشغولات بجوده عاليه، زائد ان في الفريزه الافقيه العامه انا ممكن اعمل اركب اجزاء تانية عشان تحولها لي من فريزه افقيه لفريزه راسيه، او ممكن اوصل جهاز التقسيم اللي احنا هنعرفه بعد شويه بالرسمه بتاعتي علشان يعمل لي بدل التروس العاديه دي يعمل تروس مخروطيه او تروس حلزونيه. تعالوا مع بعض نشوف أجزاء الفريزة والعمليات اللي بتجرى عليها، وكمان عمود السكينة الأفقي اللي بيتحرك حركة دورانية ده إزاي بثبت سكينة القطع عليه. تعالوا نبص مع بعض كده. الفريزة الأفقية العامة، والفريزة الأفقية العامة الغرض من استعمال الفريزة الأفقية العامة نمرة واحد، فتح جميع أنواع أسنان التروس العدلة والحلزونية. رقم اثنين، تشكيل المشأبيات والمجاري المختلفة. رقم ثلاثة، وهي تسوية الأسطح وإيه؟ وتشكيلها. رقم أربعة، قطع المجاري اللولبية على الأسطح الأسطوانية. يبقى أنا عندي بيعمل كده فتح جميع أنواع الأسنان بتاعة التروس، بيفتح المجاري والمشأبيات، بيعمل تسوية للأسطح، بيعمل قطع للمجاري الإيه؟ اللولبية. تعالى كده نشوف ايه هي مميزات الفريزه الافقيه العامه عن باقي الماكينات اللي ممكن تعمل نفس المشغولات. نمره واحد، امكانيه استخدام مجموعه تروس لتوصيل الحركه من الصينيه الطوليه لجهاز التقسيم. رقم اتنين، امكانيه عمل اسطح بزوايا مختلفه
اعمل اسطح بزوايا ايه مختلفه علشان يمكن اماله الصينيه الطوليه في حدود 45 درجه يمينا ويسارا. طيب تعالى نروح بقى نشوف اجزاء الفريزه الافقيه العامه. اي ماكينه موجوده عندي، في عندي هنا قاعده اللي هي الفرش، في عندي هنا كده الهيكل، عندي راس الفريزه اللي في بعض الاحيان في الاقسام العمليه بيسموها التمساح، عندي هنا عمود السكينه، عندي الجزء ده اللي احنا بنسميه ركبه الفريزه اللي بيحمل كل الاجزاء اللي هتعمل لي عمليه تثبيت للشغله او تحريك للشغله. وخلي بالك ان هنا عندي السكينه، بص كده معايا، اسمها الفريزه الافقيه الايه؟ العامه. الفريزه الافقيه العامه ليه؟ لان السكينه هنا سكينه افقيه. خلي بالك من حاجه، ان راس الفريزه دي انا ممكن احركها للخارج وللداخل عشان عمود السكينه ده يطول او يقصر على حسب نوع السكينه اللي انا بستخدمها. نمره اتنين، الهيكل ده فيه هنا صندوق تروس. صندوق التروس ده اللي هيديني سرعات لعمود السكينه، وفي نفس الوقت ممكن يوصل لي الحركه الاوتوماتيكيه للركبه عشان تتحرك لاعلى والاسفل، وتخلي الصينيه بتاعتي تتحرك في الاتجاهين المتعامدين. زائد ان انا ممكن الركبه بتاعتي تتحرك حركه اوتوماتيكيه عن طريق التروس اللي حركتها بتيجي من الموتور، او ممكن تيجي من تشغيل الايادي اليدويه. طب تعالى كده أأكد عليك، بص كده معايا على السكينة بتاعتي، بص هنا السكينة بتلف حركة إيه؟ دورانية، نبص كده تاني، حركة إيه؟ دورانية، وهنا حركة دورانية حوالين عمود السكينة، يبقى هنا الشغلة اللي متثبتة عندي على المنجلة دي هتواجه حدود القطع بتاعت السكينة اللي موجودة عندي. تعال نفصل الأجزاء بتاعتي لو انطلبت منك تعمل إيه؟ يبقى رقم واحد عندي الهيكل، رقم اتنين القاعدة، رقم ثلاثة محرك إدارة اللي هو المحرك الإدارة بتاع الفريزة اللي بحركها كلها، نمرة أربعة عندي صندوق تروس، نمرة خمسة عمود القلب، القلب ده اللي هو من الداخل اللي بيعمل الحركة اللي أنا بثبت عليه أي عمود من أعمدة السكينة، نمرة ستة رأس الفريزة، نمرة سبعة حلقات التثبيت، الحلقات اللي موجودة هنا والحلقات اللي موجودة هنا، نمرة ثمانية ترس التحميل اللي هينقل لي الحركة، نمرة تسعة المنضدة بتاعتي، النضد بتاعي هنا اللي هيبقى شايل الشغلة عشان يا إما يعمل لها عملية تثبيت في مواجهة أداة القطع اللي هي السكينة، أو هيحركها في شو تغذية. المنضدة بعد كده السكينة بتاعتي، ركبة الفريزة، نمرة 12 عمود السكينة، والراسمة العرضية وإدارة النضد. طب تعالى كده نشوف مع بعض، أنا عندي دلوقتي عمود السكينة ده، العمود متثبت على قلب السكينة. طب السكينة ازاي هتكون متثبتة مع العمود علشان الاتنين يدوروا مع بعض حركة دورانية؟ يبقى لازم اتكلم هنا عن ايه؟ عن طرق تثبيت السكين. تعال نشوف مع بعض طرق تثبيت السكينة على عمود السكين. نمرة واحد، انا بستخدم التثبيت بتاع السكينة ده باستخدام خابور. ازاي؟ يعني الجزء المستطيل ده بيمثل عندي سكينة الفريزة بأسنانها، وفي بداخلها تقب. العمود ده هو عمود الإدارة الرئيسي بتاع الفريزة. لو أنا دخلت عمود الإدارة الرئيسي داخل السكينة بتاعتي، العمود ممكن يلف والسكينة ما تلفش معاه. ليه؟ لأن ده عمود مصمت داخل تقب. فهنا لما العمود ده هيلف حوالين نفسه، السكينة مش هتلف. وبالتالي هنحتاج هنا إن إحنا نحط خابور. الخابور ده يعمل إيه؟ الخابور ده ينقل حركة العمود لحركة السكين. طب اشرحها ازاي؟ بتصنع السكاكين بعدة ثقوب محورية بأقطار. السكينة قطرها من الداخل 16 أو 22 أو 27 أو 32 أو 40 أو 50 لتلائم أقطار الأعمدة، حيث تثبت بواسطة خابور ويضبط وضعها بالنسبة للشغلة بواسطة حلقات توضع على جانبيها. يعني احط حلقات في اليمين وفي اليسار عشان اخلي السكينة في المنتصف او في جانب من الجوانب. طب انا بثبت السكينة تاني ازاي؟ بثبت السكينة تاني عندي طريقة تانية، وهي باستخدام الألاوز. نمرة اتنين التثبيت بالألاوز. انا عندي ده، دي السكينة، ده عمود السكينة، وده الألاوز. لو انا بقى ثبتت الألاوز بتاع السكينة مع الألاوز بتاع القلب بتاع عمود السكينة اللي موجود داخل الفريزة، يبقى أنا كده هنقل. بس نخلي بالنا إن لازم الأسنان بتاعة الألاوز يكون اتجاه إدارتها عكس
حركة دوران عمود السكينة. ليه؟ عشان تعمل لي تثبيت زيادة، يبقى انا وفيها يكون شكل السكينة ذو نصاب مسلوب وقلاوز خارجي. ادي السكينة ليها نصاب مسلوب اهو وليها قلاوز خارجي، تمام، حيث تربط بواسطة صامولة في التجويف المسلوب المعد لذلك لضمان احكام السكينة، ويراعى ان يكون اتجاه القلاوز، ودي اللي انا اكدت لك عليها دلوقتي، لازم يكون اتجاه القلاوز عكس اتجاه الدوران حفاظا على قوة الربط وعدم الفك. يبقى انا دلوقتي عندي طريقة بستخدم فيها الخابور عشان التثبيت، وطريقة تانية بستخدم فيها ايه؟ القلاوزات. تعال نشوف تالت طريقة، وهي التثبيت بقابض. التثبيت بقابض، لاحظ ده شكل القابض. القابض ده فيه هنا دي عبارة عن جلبة مشقوقة، جلبة مسلوبة واتعمل فيها شقوق فبقت عاملة زي الأصابع كده، بحيث ان لما الجلبة المشقوقة دي تخش في جسم الظرف وابدأ اربط عليها صامولة الزنق، هتبدأ الأصابع دي تمسك على عمود السكينة، وبالتالي تعمل لها عملية تثبيت برضو هنا بقابض، يعني بتعمل لها تثبيت بالاحتكاك. يبقى انا هنا هكتب وفيها يكون شكل السكينة ذو نصاب اسطواني، حيث يستخدم قابض مكون من صامولة زنق وجلبة مشقوقة وجسم القابض ذو سلبة داخلية. وبالتالي لما هيكون عندي السلبة الداخلية دي، الربط بتاع صامولة الزنق على الجلبة المشقوقة هيعمل عملية ربط وإمساك لعمود السكينة. فنقول وعندما يراد التثبيت توضع الجلبة المشقوقة بجسم القابض، هحط الجلبة دي داخل جسم القابض، ثم ندخل الصامولة بجسم القابض دون ربط محكم، يعني هربط بس الصامولة دي هنا، وبعدين لما دخل النصاب بتاع السكينة، السكينة لها دليل يخش في الجزء اللي في الوسط، أول ما أربط السكينة ندخل نصاب السكينة الأسطواني، والإحكام الرباط نربط الصامولة بإيه؟ بإحكام. يبقى أنا خدت عبارة عن التثبيت بخابور، التثبيت بالألوزات، التثبيت بقابض، وآخر حاجة التثبيت بالاحتكاك. التثبيت بالاحتكاك يعني أنا دلوقتي دي سكينة الفريزة، وده شكل تاني مش من اشكال السكاكين، وده شكل تالت من اشكال السكاكين، فالسكاكين بتاعتي دي هتبقى متثبته بخوازير، ولكن انا ممكن احتاج سكينه التفريز دي او دي او دي، وتكون بعيده عن جسم الماكينه عشان في شغله لها دليل كبير مثلا، او اكون عايزها تكون قريبه من جسم الماكينه، من قريبه يعني من قلب عمود السكينه، أو عايزها في الوسط، فهعمل إيه؟ لاحظ كده الجلبة دي والجلبة دي وجلبة هنا وجلبة هنا زيهم أهو. الجلب دي بتعمل إيه؟ أنا لو زودت الجلب هنا ناحية اليسار السكينة هتطلع ناحية اليمين، لو زودت الجلب دي ناحية اليمين السكينة هتروح ناحية الإيه؟ اليسار. يبقى أنا هنا الجلب الاحتكاكية دي موجودة عندي علشان تحدد لي مكان وموقع السكينة، مكان وموقع الايه؟ السكينه على عمود الايه؟ على عمود السكينه. طيب يبقى تثبيت بالاحتكاك بتستخدم هذه الطريقه عندما يكون عمق القطع المراد ازالته صغير جدا، لان هنا اللي بسبب التثبيت الجلد، حيث تكون قوه القطع الناتجه من القطع ليست كبيره، ويكتفى بايه؟ في هذه الطريقه بقوه الاحتكاك الناتجه بين الحلقات. طيب انا دلوقتي بدات اعمل عمليه تثبيت للسكينه، ارجعوا لي لو سمحتوا، انا دلوقتي بدات اثبت السكينه بتاعتي في عمود السكينه هنا، هو انا السكينه دي مجرد ما احطها على عمود السكينه واركب الحلقات بتاعتي، او اذا كنت عامل لها عمليه ربط بقلاوز او بقابض زي القابض اللي احنا قلنا عليه عباره عن جلبه مشقوقه وبتمسك عمود السكينه، هو انا دلوقتي لو ربطتها جيدا او ما ربطتهاش جيدا ده هيأثر عليا في حاجة اثناء عملية التشغيل؟ اكيد اكيد، الربط الجيد هيأثر عندي ان انا اطلع منتج جيد، هيأثر عندي ان انا ما اعملش تلفيات في المنتج اللي هي الشغلة اللي انا بطلعها، ولا تلفيات في سكينة الفريزة، ولا تلفيات في الماكينة. ليه بقى مستر محمد؟ نمرة واحد، السكينة لو مش مربوطة جيدا، خلي بالك ان انا عندي عاملين مهمين جدا لازم افكر فيهم، مين اللي هيتربط اكتر؟ لا ده انا عندي سكينة اللي بتاكل وعندي شغلة اللي بتتاكل، يبقى انا دلوقتي عندي سكينة وعندي شغلة لازم يكون الربط فيهم جيد. ليه بقى؟
لان السكينه بتاعت الفريزه بتاعتي لو مش مربوطه جيدا يعني بدا يحصل فيها اهتزاز، ايه اللي هيحصل؟ دي بتاكل في معادن يا مستر محمد، يعني الاهتزاز ده اثناء ما هي بتاكل في المعدن الاهتزاز ده هيسبب ان الحدود القاطعه بتاعتها تتكسر. دي نمره واحد. نمره اتنين، ده ممكن عمود السكينه كمان يتاثر، العمود اللي بيتربط عليه السكينه، يعني انا العمود ده بتاع المكن وبغير سكينه فريزه مره عشان مجرى حرف يو، مره عشان مجرى حرف في، مره عشان مجرى حرف تي، او مره علشان سكينه تانية بمقاسات مختلفه عشان اعمل تروس، اقوم ابوظ عمود السكينه. انت لو ما ربطتش السكينه جيدا هيتسبب في عده عوامل سلبيه. ايه هي؟ رقم واحد، هيؤدي الى تلف السكينه. نمرة اتنين، هيؤدي الى تلف الماكينة نفسها. نمرة تلاتة، الاسطح المشغلة، المعدن اللي انت شغال عليه وتعمل عليه عملية التفريز، المعدن ده ممكن يطلع اسطح مموجة، ممكن السكينة تبقى غير مركزية، يعني ما بتلفش حوالين نقطة سنتر واحدة، فالسكينة هتبقى بتعمل عملية حدف كده لا مركزي، وبالتالي عمق القطع في مكان هيبقى كبير وعمق القطع في مكان تاني هيبقى قليل. يبقى انا دلوقتي هثبت السكينه عشان اطلع شغله بجوده عاليه، علشان احافظ على السكينه واحافظ على المكنه وكمان احافظ على الفني اللي واقف يشتغل، لان اي خطا باي كف ممكن يسبب ايه؟ يسبب تلفيات في المكنه، ويسبب تلفيات في اداه القطع اللي هي السكينه وفي الشغله، وكمان ممكن يؤذي العامل. تعال نشوف كل خطأ من الأخطاء اللي ممكن يحصل في ربط السكينة وفي تمركزها ممكن يسبب لي عيب شكله إيه. تعالوا كده نبص مع بعض. في عندي في الفريزة الاختبارات التي تجرى على عمود السكينة بعد تثبيت السكينة. إيه هي بقى الاختبارات دي؟ أقول لك، الاختبار الأول التأكد من تمركز دوران السكينة وعمود السكينة باستخدام مبين القياس اللي هو المبين ذو القرص. يبقى انا لازم هتاكد من ايه؟ من تمركز السكينه حول محورها. لازم اتاكد من تمركز السكينه حول ايه؟ محورها. طب ده هينتج ايه بقى؟ بينتج سطوحا مشغله غير مضبوطه، لان اسنان السكينه ستقطع باعماق مختلفه نتيجه عدم التمركز، يعني السكينه كانت بتحدف ففي مكان كانت بتاكل فيه عمق قطع كبير وفي مكان تاني بتاكل فيه بعمق قطع قليل. طب تعالى ايه الاختبار التاني؟ لازم نعمل سند لطرف العمود في حالة الأعمدة الطويلة، يعني عمود السكينة لما يكون طويل لازم رأس الفريزة اللي احنا قلنا عليها ممكن نسميها التمساح لازم تسند العمود من النهاية. ليه؟ لأن لو ما سندتش العمود وهو طويل هيحصل اهتزاز تتسبب لي برضه نفس المشاكل اللي احنا قلناها. يبقى اهتزاز في العمود ينتج سطوحا مشغلة غير مضبوطة، علاوة على احتمال تلف أسنان السكينة. طبعا كل حاجة بيحصل لها تلف عندي زي السكينة أو زي الشغلة أو تتسبب في أذى للعامل، كل ده بيتسبب عندي في رفع تكاليف وأجور زيادة. طيب ضرورة أن يكون اتجاه ميل السكينة في نفس اتجاه دوران عمود السكين، يعني الأسنان متجهة في إيه؟ متجهة في نفس اتجاه الدوران بتاع العمود. العمود بيلف يمين تبقى الاسنان بتتحرك لليمين، العمود بيلف شمال يبقى الايه؟ الاسنان بتتحرك في الشمال. ليه بقى؟ لان السكينه لا تقطع وتتلف اسنانها ويتلف السطح الايه؟ ويتلف السطح المشغل. يبقى لازم تخلي بالك ان انا يكون عندي ضبط لتمركز السكينه، لازم يكون عندي سند لطرف العمود، لازم يكون عندي اتجاه ميل السكينه في نفس اتجاه الدوران. طيب كل دي حاجات وعوامل لازم اخلي بالي منها وانا مثبت عمود السكين. طب في عوامل تانية لازم اخذها بقى في الاعتبار وانا بعمل عملية التشغيل؟ عندي مجموعة من المفاهيم الاساسية لازم ناخد بالنا منها. ايه هي؟ نمرة واحد، سرعة القطع. نمرة اتنين، عمق القطع. نمرة تلاتة، التغذية. سرعة القطع دي اللي هي هتطلع لي رايش، الرايش ده اللي هو قطع المعدن، السكينة وهي بتقطع بتطلع حتة معدن كده، المعدن ده احنا بنقول عليه رايش. فأنا لو حسبت طول الرايش ده في الدقيقة يبقى هو كده حسب لي سرعة القطع. مش احنا السرعة عبارة عن مسافة على زمن، يبقى ده طول على زمن، مسافة على زمن اداني سرعة القطع. يبقى نمرة واحد سرعة القطع. خلي بالك ان انا لما بقول لك العوامل اللي هي سرعة القطع وعمق القطع والتغذية، انا مش الهدف منهم ان انت تعرف
معنى كل واحدة منهم وبس، لا ده العوامل دي كمان بتأثر على بعضها، وهقول لك دلوقتي ازاي. يبقى انت عارف ان سرعة القطع هي عبارة عن طول الريش المقطوع في الدقيقة. نمرة 2، عمق القطع، هي مش السكينة دي أسنانها بتتغلغل داخل الشغلة؟ اه السكينة بتتغلغل داخل الشغلة، يبقى المسافة اللي بتخشها السكينة داخل الشغلة دي هو ده عمق القطع. يبقى انت ممكن تعرف عمق القطع بالمسافة اللي بتتغلغلها أداة القطع داخل الشغلة، بس ممكن تقول تعريف تاني، مش انا لو السكينة دي تغلغلت داخل الشغلة ملي يبقى سمك الرايش هيطلع ملي؟ ايوه بالظبط كده. يبقى انا ممكن اقول على عمق القطع هو المسافة اللي بتتغلغلها السكينة داخل الشغلة في كل شوط، او ممكن اقول ببساطة ان عمق القطع ده هو ايه؟ هو سمك الرايش المقطوع في كل وش. يبقى عندي سرعة قطع، عندي كمان ايه؟ عمق قطع. اخر حاجة هي تغذية. كلمة التغذية، انت عندك سكينة الفريزة عمالة بتلف، وهي بتلف لو سبتها تلف في موضعها كده وقربت شغلة منها فهتاكل جزء من الشغلة. طب وايه الشغلة؟ اه انت لازم تحرك الشغلة. فدايما كلمة التغذية عبارة عن حركة مربوطة بحركة. ازاي؟ يعني تقول ان التغذية هي المسافة اللي بتتحركها الشغلة مع كل لفة من لفات السكينة. المسافة التغذية هي المسافة اللي بتتحركها الشغلة مع كل لفة من لفات الايه؟ السكينة. طب انت يا مستر محمد قلت لنا ان انا دلوقتي مش عايزك تعرف تعريف كل حاجة وبس، يعني سرعة القطع هي طول الريش المقطوع في الدقيقة، عمق القطع هو سمك الريش المزال في كل وش، التغذية هي المسافة اللي بتتحركها أداة القطع مع كل لفة من لفات السكين. كنت عايز تقول لنا حاجة مهمة، هي إيه؟ هو أنا دلوقتي لو عمق القطع ده كبير قوي هشتغل بسرعة عالية؟ لا، لازم أشتغل بسرعة بطيئة. لو عمق القطع ده كبير قوي هشتغل بتغذية سريعة؟ لا، لازم تبقى تغذية بطيئة. طب استنى، هو أنا دلوقتي لو المعدن ده صلب وناشف هاخد عمق قطع كبير؟ لا، هاخد عمق قطع قليل. لو المعدن ده طري يبقى انا هاخد عمق قطع كبير. استنى، ده انا كده بتكلم عن مين؟ عن عمق القطع. طب تعال نتكلم عن السرعة. هي لو سرعة القطع كبيرة ينفع يكون المعدن ناشف؟ لا، لازم يبقى المعدن طري وانا شغال بسرعة قطع كبيرة. طيب هي لو سرعة القطع كبيرة ينفع اشتغل بعمق قطع كبير؟ لا. استنى، ايه ده يا مستر محمد؟ هو انت كل ما تقول لي عمق قطع تجيب سيره نوع معدن الشغله وتجيب سيره سرعه القطع وتجيب سيره التغذيه؟ ايوه، ولو جيت اتكلم عن التغذيه هجيب سيره سرعه القطع وهجيب كمان عمق القطع ونوع معدن الشغله. يبقى حضرتك خلي بالك من اللي انا هقول لك عليهم دول وتحطهم على ايدك. ايه هم؟ عمق القطع، التغذيه، سرعه القطع، نوع معدن الشغله، نوع معدن اداه القطع. مالهم دول؟ قولهم معايا تاني. رقم 1 عمق القطع، سرعة القطع، التغذية، نوع معدن الشغلة، نوع معدن أداة القطع اللي هي السكينة. مالهم بقى مستر محمد؟ لو قلت لك ايه هي العوامل اللي بتتوقف عليها عمق القطع، خبي كده عمق القطع وقول الأربعة اللي باقيين. ما هو اه عمق القطع ده عشان تشتغل بيه لازم تبقى عامل في حساباتك سرعة القطع والتغذية ونوع معدن الشغلة ونوع معدن الماكينة. لو قلت لك العوامل اللي بيتوقف عليها سرعة القطع تخبي لي سرعة القطع وتقول الباقيين. العوامل اللي توقف عليها التغذية تخبي التغذية وتقول. يبقى ايه هم العوامل دول؟ عمق القطع، التغذية، سرعة القطع، نوع معدن الشغلة، نوع معدن الايه؟ الماكينة. تعال ناخد كل واحدة ونقرأ مع بعض العوامل التي تتوقف عليها. نبص كده مع بعض. المفاهيم الأساسية عندي نمرة 1، سرعة القطع وهي طول الريش المقطوع في الدقيقة في عملية التفريز. طيب وانا دلوقتي ممكن احسب سرعة القطع دي في الدقيقة، مثلا في الخراطة مثلا او في التفريز او في القشطة او في غيرها. طيب واقدر اقول هي المسافة المحيطية لنقطة التحرك على محيط سكينة الفريزة اللي بتدور بعدد لفات في الدقيقة، يعني ممكن احسبها كسرعة خطية وممكن احسبها في عدد لفات في الايه؟ في الدقيقة. طيب العوامل اللي توقف عليها سرعة القطع، تعال كده ايه هي العوامل؟ نمرة 1 قطر السكينة، نمرة 2 نوع معدن السكينة، لان انا عندي بعد كده هنعرف كمان شوية ان السكينة ديت
بتصنع من معادن مختلفة، في منها اللي صلد جدا وصلب جدا، وفي منها اللي صلبته قليلة. نمرة ثلاثة، نوع معدن الشغلة، الشغلة دي ممكن تكون معدنها طري وممكن يكون معدنها ناشف. نمرة أربعة، العمق المراد إزالته، عمق الرايش. نمرة خمسة، نوع سائل التبريد. ونمرة ستة، قطر مقطع الإيه؟ قطر مقطع التبريز. طب تعالى كده نتكلم في سرعة القاطع، لأن طالما قلت سرعة يبقى ممكن حد يقول لي تعالى احسب لي السرعة دي. سرعة القطع هي السرعة المحيطية لحدود القطع وبنسميها عين، وبحسبها من العلاقة إن عين بتساوي ط ق ن على 1000. ط اللي هي النسبة التقريبية اللي احنا بنقول عليها 22 على 7 أو 3 و14 من 100، ق هي القطر، ن هي عدد اللفات، وتبقى هنا السرعة دي سرعة خطية بتتقاس بالمتر لكل دقيقة، زائد إنه ممكن يديني السرعة الخطية دي كمعطى ويطلب مني عدد الإيه؟ عدد اللفات. يبقى أنا عارف ان ق هي قطر السكينه بالملي متر، وعشان كده قسمت هنا على 1000 عشان احول الملي متر ده للمتر، ونون عدد لفات السكينه وبتتقاس باللفه لكل ايه دقيقه. تعال ناخد مثال صغير، بيقول لي كم تكون سرعه القطع لسكينه فريزه قطرها 125 ملي متر وسرعه دورانها 58 لفه لكل دقيقه. يبقى هو عايز السرعه عين، وهو مديني القطر ق، ومديني كمان عدد اللفات اللي هي نون. نعمل هامش ونقول كم تكون سرعة القطع، يبقى عين بتساوي كام؟ لسكينة فريزة قطرها يبقى قاف بتساوي 125 ملي متر وسرعة دورانها. ممكن تقول لي كلمة سرعة دورانها يعني عين؟ تعالى كده بص التمييز بالإيه؟ باللفة لكل دقيقة، يبقى اللفة لكل دقيقة دي اللي هي نون. يبقى أنا عندي هنا نون بتساوي 58 لفة لكل دقيقة. نحط القانون بتاعنا ونبدأ نعوض فيه ونقول يساوي الطه دي اللي بتساوي 22 على 7 مضروبة في القاف اللي هو القطر كان ب 125 ملم، مضروبة في النون بتاعتي اللي هي ب 58 لفة لكل دقيقة، وما ننساش نضرب في المقام في 1000 لأن القطر هنا كان بالملي متر، وأنا هحسب حساباتي اللي هتطلع هتبقى بالمتر. بالآلة الحاسبة نحسب ونقول إن ده كله بيساوي 22.8 من عشرة متر لكل دقيقة. طب تعالى كده انا عرفت خلاص سرعة القطع، تعالى نشوف التغذية او سرعة التغذية. نيجي بعد كده نقول سرعة التغذية بتاعتي، كلمة تغذية يعني المسافة اللي بتتقدمها الشغلة في اتجاه الحد القاطع، يبقى هي المسافة التي تتقدمها الشغلة في اتجاه الحد القاطع خلال دقيقة واحدة. وخلي بالك ان انا ممكن احسبها خلال دقيقة او احسبها خلال لفة من لفات السكينة، وهي اما ان تكون في اتجاه محور المنضدة او عمودي على اتجاه محور الايه المنضدة، يعني ممكن تكون موازية ليها او عمودي عليها. طب ايه هي العوامل التي توقف عليها التغذية؟ نفس الحاجات اللي احنا كنا بنقولها في الاول، يبقى نمرة واحد نوع معدن الشغلة، نمرة اتنين عمق القطع، نمرة تلاتة عرض القطع، نمرة اربعة نوع معدن السكينة ناشفة ولا لأ، لان نوع معدن الشغلة لو المعدن طري يبقى هستخدم تغذية سريعة، لو معدن الشغلة معدن ناشف يبقى لازم تبقى تغذية بطيئة، لو أنا بستخدم دلوقتي عمق قطع كبير يبقى استخدم تغذية قليلة، لو بستخدم عمق قطع قليل ممكن استخدم تغذية كبيرة، نوع معدن السكينة لو السكينة من السكاكين صلدة جدا هستخدم تغذية كبيرة زي ما أنا عاوز، لو تغذية السكاكين بتاعتي من الصلادة بتاعتها المتوسطة لازم هستخدم تغذية قليلة، وتبقى كده كل حاجة مربوطة بالتانية. نمرة خمسة قطر سكينة التفريز، نمرة ستة حالة الماكينة، ورقم سبعة درجة التشطيب، لأن أنا لازم تبقى التغذية بطيئة وأنا بعمل تشطيب ناعم جيد يعني، أو تبقى التغذية سريعة لو أنا بعمل تخشين، آخر حاجة وهي استعمال سوائل التبريد، لأن أنا عندي سوائل التبريد اللي أنا بستخدمها، السوائل دي بتتحكم عندي في إيه؟ في إنها تعمل إزالة للريش تشيله وهي ماشية، تعمل إزالة لدرجة الحرارة، تمتص الحرارة عشان تقلل درجة الحرارة، لأن درجة الحرارة لو ارتفعت في أداة القاطع هتسبب التآكل وهتسبب كمان إن تلف للسكينة وهتغير في أبعاد الشغلة. طيب تعالى كده نشوف مع بعض التغذية دي أنواعها إيه. نمرة واحد، عندي تغذية كل سنة، يعني أنا ممكن أعمل تغذية مع كل سنة من سنان السكينة وهي بتتحرك، او اعمل تغذيه لكل لفه
مع يعني كل لفه من لفات السكينه اتحرك لها انا بالشغله ملي في اتجاه. نمره ثلاثه تغذيه ايه؟ لكل دقيقه، يعني احسبها كفتره زمنيه، كل فتره زمنيه ابدا احرك الايه؟ ابدا احرك الشغله بتاعتي. تعال نكمل المفاهيم الاساسيه بتاعتنا زي عمق القطع، واحنا قلنا مع بعض ان عمق القطع هو ايه؟ عمق القطع بتاعي هو السمك المراد ازالته. عمق القطع بتاعي هو السمك المراد ازالته في وش واحد بواسطه السكينه، وعندما يكون السمك المراد ازالته اكبر من عمق القطع المحدد فيتم ازالته على عده ايه؟ اوشوش. يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا عمق القطع بتاعي بيتحدد على حسب السمك اللي انا عايز ازيله. لو بزيد سمك كبير بقسم عمق القطع بتاعي لعده اوشوش، لو كان السمك ده قليل ممكن يتزال على وش ايه؟ على وش واحد. طيب سكينه الفريزه دلوقتي وهي شغاله عباره عن مجموعه من الاسنان. سكينه الفريزه بص كده دي شغله، وانا السكينه بتتجه كده لاسفل او ان السكينه بتتجه كده الاعلى. طب هو مين افضل؟ انا اشتغل بالسكينه وهي بتعمل تفريز محيطي لاسفل، ولا اشتغل بيها وهي شغاله تفريز محيطي لاعلى؟ لازم افكر هنا. هو كل واحده هيبقى لها سلبيات وعيوب. ايه هي السلبيات؟ سلبيات وعيوب او مميزات. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن السكينه اللي بتقطع وبتعمل تفريز محيطي لاعلى، بص كده عملت ايه في الشغله؟ بدات تفك الشغله من مربطها، وفي نفس الوقت وهي بتشيل من تحت لفوق كده هتبدا باجهاد كبير، يعني هتشيل سمك معدن كبير وتنتهي بسمك معدن قليل، يبقى هنا الاجهاد هيبقى اكبر على سنه السكينه. طيب هي لو عملت تفريز محيطي من اعلى لاسفل، هي كده هتبدا تضغط على الشغله وتثبتها اكتر، كده بتقتلع الشغله من مربطها، يبقى ده عيب، انما اللي من اعلى لاسفل بتضغط على الشغله وتثبتها اكتر، يبقى ده نمره واحد. طيب قلنا هناك من اسفل لاعلى بتشيل عمق قطع كبير وبتتدرج بيه لغايه ما بيبقى سمك الريش المزال قليل من كبير لقليل، انما لو جت من فوق لتحت بتجيب من قليل وتروح على كبير. طب عندي في حاجة من الاتنين دول هيتسببوا في تلف للماكينة أو الشغلة؟ ممكن اللي بتعمل من أسفل لأعلى، ودي ممكن تعمل فك للشغلة من المربط بتاعها من الجهاز اللي رابطها، أكيد هتسبب اهتزاز، والاهتزاز ده هيتسبب إن أنا هيطلع لي سطح مشغل من غير جودة عالية. أنا بحتاج طبعا في الأسطح المشغلة عندي ممكن أكون محتاج أسطح خشنة أو أسطح ناعمة على حسب عملية التشغيل اللي أنا بعملها أو على حسب الغرض من الشغلة اللي أنا بشتغلها، ولكن ممكن التشغيل الخشن أو الناعم ده يكون مموج، يبقى ده عيب في الشغلة، زائد إن اللي هتشيل من تحت لفوق وهيحصل لها إجهاد دي ممكن تؤدي إلى كسر سنة السكينة. يبقى كل نوع له ميزة وله عيب. اللي له ميزة انه هيتحمل اجهاد كبير انا ممكن اتتلافاه بان انا اعمل عمق قطع قليل، واللي بيتحرك من فوق لتحت ممكن احط عمق قطع كبير بس اثبت السكينه اكتر علشان ما يحصلهاش تلف هي والشغله. تعال كده نشوف مع بعض الانماط اللي بنشتغل بيها بطرق التفريز المختلفه، نشوف كده مع بعض. تقسيم اتجاه دوران السكينه، في عندي التفريز بالقطع لاعلى والتفريز بالقطع لايه؟ لأسفل. تعالى كده نقول هنا السكينة بتاعتي بتتحرك لأعلى، فهنا بادئة من سمك قليل تمام ورايحة على سمك كبير، وطبعا الشغلة بتتحرك في اتجاهها. طب تعالى النوع التاني جاي ايه؟ جاي هنا ده تفريز محيطي لإيه؟ لأسفل. السكينة دي بتلف وبتنزل، يبقى هي بتاخد من سمك كبير وبتنتهي عند سمك ايه؟ قليل. دايما الشغلة بتتحرك في اتجاه السكينة، الشغلة هنا بتتحرك في اتجاه الايه؟ السكينة. تعال نشوف مميزات وعيوب كل نوع. نمرة واحد المزايا، بيقول لي هنا ان انت لما بتتحرك بالتفريز المحيطي او التفريز بالقطع الاعلى بتعمل على تغلغل سكينة القطع تدريجيا في مادة الشغلة، يعني هنا بتاخد من قليل وبتتدرج لغاية ما تاخد كبير، يبقى هنا في تدريج، انما هنا هتاخد من كبير يبقى في صدم، يبقى هنا الحد القاطع يتحمل اكبر قوه قطع دفعه واحده وتضعف بالتدريج
وتضعف بالتدريج كلما قل سمك الايه؟ الريش. طب تعال نشوف عيوبها. العيوب عندي هنا في السكينه اللي بتتحرك لاعلى ان سكينه القطع اثناء عمليه القطع بتحاول خلع المشغوله من مكان ربطها. بتحاول خلع المشغوله من مكان ايه؟ ربطها. انما هنا لما تتحرك من اعلى لاسفل بتعرض طاوله الاله للاهتزاز. هي صحيح بتثبت الشغل اكتر ولكن هيحصل اهتزازات عنيفه. خلي بالك ان سنه السكينه دي لازم يكون لها زوايا قطع. زوايا القطع دي اللي بتحدد عمليه القطع اللي موجوده، اذا كان ده قطع بتشيل عمق قطع كبير ولا قليل ولا بتعمل عمليه قطع خشن او ناعم. فتعال نشوف مع بعض زوايا سنه السكينه. زوايا سنه السكينه دي سنه واحده من اسنان سكينه الفريزه. دي دلوقت سنه واحده من اسنان سكينه الفريزه. سكينه الفريزه دي هي طبعا عباره، لو انا خدتها كلها الاسنان كلها هتعمل شكل دائري كده. فانا هاخد السنه دي بس واعمل هنا محور بيمر بمركز السكينه، وهعمل هنا خط افقي بيمس السكينه. ليه؟ لان انا عندي وجه السنه الامامي ده، المسافه او الزاويه ما بين وجه السنه الامامي او الخط المماس لوجه السنه الامامي ومحور السكينه تبقى دي اسمها زاويه الجرف. والزاويه اللي في الاخر دي المسافه ما بين وجه السنه الخلفي والخط المماس للسكينه يبقى دي اسمها زاويه الخلوص. يبقى زاويه الجرف هي الزاويه دي اللي مسؤوله عن انها تشيل الرايش، تزيل المعدن. والزاويه اللي موجوده دي موجوده ليه؟ لان السطح ده لو كان افقي كان هيحتك بالشغله، ولو زاد الاحتكاك بتاعي هيحصل ارتفاع في درجه الايه؟ ارتفاع في درجه الحراره. تعال نشوف الزوايا دي واحده واحده. نمره واحد، زاويه الخلوص اللي هي موجوده عندي ورا دي. زاويه الخلوص دي هي الزاويه المحصوره ما بين الخط العمودي على مستوى المحور المار بالحد القاطع والمماس لحافه السنه. وبتتراوح الزاوية دي ما بين 7 ل 12 درجة. وزاوية الخلوص دي الهدف منها انها تقلل الاحتكاك عشان تقلل من تآكل سن السكينة والسكينة تعمل بكفاءة عالية. نمرة 2، زاوية الجرف. الزاوية اللي موجودة دي، الزاوية دي موجودة ما بين مين ومين؟ ما بين وجه السنة الأمامي ومحور السكينة أو الخط المار بمحور السكينة. يبقى الزاوية المحصورة بين المستوى المحوري المار بنقطة المركز، ده المستوى المحوري المار بنقطة المركز، وما بين كمان بنقطة المركز ومماس الوجه للسن، ده الخط المماس لوجه السن. يبقى الزاوية الصغيرة دي هي دي زاوية الجرف، وقد تكون زاوية الجرف موجبة أو سالبة طبعا حسب نوع المعدن اللي احنا بنستخدمه. آخر حاجة زاوية السن، وهي الزاوية المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوص، تمام؟ وهي الزاوية المحصورة بين الحافة ووجه السن، وبتعتمد على قيمة الجرف والايه؟ والخلوص. بعد كده لازم تبقى عارف ان في عندي عناصر للسكينة اللي هي الحافة واللي هي الحد القاطع الامامي والحد القاطع الخلفي. كده يبقى احنا اولاد اتكلمنا مع بعض على ايه؟ يعني ايه فريزة افقية عامة؟ ايه هي العمليات اللي بتقوم بيها الفريزة؟ ايه هي الاجزاء او طرق تثبيت السكينه على عمود السكينه؟ لازم ابقى عارف كمان انا لما ثبتت السكينه بقى عندي تفريز محيطي الاعلى وتفريز محيطي لاسفل. كمان بعد ما ثبتها شفت الشروط الواجبه في تمركز السكينه، ولكن لازم ابقى عارف سكينه الفريزه دلوقتي بتصنع من ايه؟ والحدود بتاعتها كام حد؟ عايزين تعرفوا المواد اللي بتصنع منها وعايزين تعرفوا الحدود، يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة. إلى أن نراكم على خير بإذن الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.